ايه رايك يا كابتن عصام ان احنا نشرك معانا طرف تاني والمسؤول عن الاخراج في التلفزيون المصري، طبعا مخرجنا الكبير والمشرف على البرامج الرياضيه في التلفزيون المصري، المخرج الكبير المحترم ابراهيم محمد ابراهيم الجوهري. استاذ محمد مساء الخير. مساء النور يا كابتن جمال، وكل سنه حضرتك طيب، وازاي حضرتك كابتن عصام؟ وحشنا كتير. مساء الفل. انت وحشنا، واحنا اشتغلنا كتير جدا وفي وجودك، وما شاء الله عليك، مش هقول انه يعني نجم الاخراج زي ما احنا بنتكلم دايما في مصر، كان واحد بيقول له نجم، انت فعلا نجم الاخراج. انا عايز اخد رايك في الكلام اللي احنا قلناه انا والكابتن عصام اذا كنت حضرتنا، او اللعبه اللي احنا بنتكلم عليها دي. انا عايز اعرف ايه اللي حصل، او انت حضرتك بحثت هذه الحاله، خرجت بايه؟ انا هاخد من الاول خالص، واكيد احنا بدانا الفار مع بعض يا كابتن جمال، اكيد عشان كده انا بس انا برجع ليك. والكابتن عصام اما كان هو رئيس لجنه الحكام كان في تنسيق شبه كامل يوميا، كان بيكلمني لو في اي حاجه في اي وقت، احنا متواصلين مع اي حد بيمسك لخدمه الرياضه المصريه، واكيد حضراتكم كنتوا شاهدين على كده. الكابتن عصام لو مع الموبايل هيفتح يلاقي البلان بتاع جميع الكاميرات بتاع كل الاستادات ما بنغيرش اي حاجه. انا عاوز اوضح رقم واحد، المخرج بعيد تماما عن الفار. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا استاذ محمد؟ هنا في الحاله اللي حضرتك بتقول فيها دي، المخرج كان وليد شرف، للاسف هو الفار او سياره الفار ما طلعتش الخطوط، فالمخرج هيطلع ايه؟ هي ما اتعملتش اصلا. طب ده كلام جديد بقى، لحظه واحده، الخطوط ما اتعملتش. لان هو طبعا انت حضرتك زي ما حضرتك عارف عربية الإذاعة الخارجية بتبقى بعيدة خالص عن الفار، لو عربية الفار أو سيارة الفار جهزت بيتصلوا بالمخرج بيقول له الخطوط جاهزة خدها دلوقتي أو في أي وقت فاضي. هي للأسف ما حدش قال له ولا حد، أصلا الخطوط ما اتعملتش. طيب المخرج ملهوش أي علاقة. استاذ محمد معلش خلينا نقف، خلينا نقف هنا، لأن حضرتك كلامك ده بيرسم صورة ثانية غير الصورة اللي احنا سمعناها او اللي احنا عرفناها. الخطوط ما اتعملتش، حضرتك متأكد تماما انها ما اتعملتش، يعني حكم الفار ما عملهاش، ولا اتعملت وما خرجتش للمخرج مثلا؟ بص حضرتك، هو المخرج كده كده ما بيشوفش الفار هو بيعمل ايه. انا فاهم، انا فاهم، بس لو كانت اتعملت كان هيبلغ المخرج خدها على الهواء. واكيد انت حضرتك عارف سياره الفار بتتسجل الصوت فهيبقى باينه هو الوان. يعني هنا في احتمالين؟ احتمالين؟ لا مش احتمالين، هو المخرج صدق. سالهم هل في خطوط عشان اخدها؟ قالوا لا ما فيش خطوط. كمان سالهم؟ طبعا عشان يعمل شغله. ده كلام طبعًا. جديد تاني وكلام طبعًا. مهم، يعني سالهم في خطوط اتعملت؟ قالوا له لا، قالوا لا ما فيش خطوط، مش هتاخد حاجه. ما فيش خطوط مش هتاخد. وانا هنا طبعا حضرتك موجود والكابتن عصام، عاوزين ناكد على حاجه بس عشان المشاهدين كلها يعرفوها، ان المخرج ليس له علاقه بالفار تماما. يعني ممكن تبقى حاله المخرج بيعيدها، حكم الفار يختار زاويه تانية خالص المشاهد ما شافهاش ويستدعي حكم الملعب. طيب لان جميع الكاميرات، انا عاوز بس الحته دي. لا اتفضل اتفضل اتفضل. لا حضرتك بتقول كلام مهم جدا، احنا محتاجين نسمعه. في الحته دي في حته لبس، في جمهور بيفتكر اللي هو المخرج هو اللي بيحدد اللقطه. لا، هو جميع الكاميرات لو الحمد لله في طفره في النقل التلفزيوني، احنا بقالنا كذا سنه واكيد حضرتك لمسها، في طفره في النقل التلفزيوني جامد جدا في النقل الحمد لله. احنا عندنا طبعا طبعا الناس كلها ملاحظاها، يعني مش انا بس لوحدي، مخرجين في الشرق الاوسط بمدير التصوير باذاعه خارجيه بيروحوا جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه، فعلا ما بيناموش. من اسماعيليه للمحله للجونه لاسكندريه ما بيناموش بجد. فانا عاوز اقول لا، المخرج ملهوش اي علاقه خالص. كل الكاميرات موجوده للفار، لو احنا شغالين ب 14 كاميرا، ب 20 كاميرا، ب 24 كاميرا، ب 10 كاميرات، كل الكاميرات دي رايحه منفصله للفار.
ممكن كاميرا ما تكونش واضحه للمشاهد، بس الحكم شايفها فيستدعي الحكم ما تكونش طلعت على الهواء خالص ويوريها له على الشاشه، فالمخرج هنا ملهوش اي دور تماما. طبعا انا طبعا عارف وان المخرج بيختار لقطه واحده بس هي اللي بتطلع على الهواء، بالتاكيد اللقطه دي اللي بيختارها اللي بيخطر بيها المخرج، ودي النقطة اللي هحط تحتها ثلاث خطوط، يا حكم الفار يا حكم الإيفار، مش كده؟ طبعا. طيب طبعاً. احنا دلوقتي بنجزم من كلام حضرتك انه لم يبلغ مخرج المباراة بأن هناك خطوط ومطلوب انها تطلع. انا متأكد 100%، وحضرتك اكيد عارف ان الصوت بتاع سيارة الفار متسجل، ولو في حاجة غير كده حد يطلعها. أستاذ محمد أنا بشكرك شكرا جزيلا في هذه الحقائق اللي هتاخد مسار تاني